وتربح. مازلنا في المحلات التجارية باب الزوار، اينو باب الزوار، ومازلنا مع الممول اغ اللي راح يمد دو بون داشا اي قسيمة الشراء للفائزين تاع اليوم. تابعونا باش نشوفوا الاسئلة، نشوفوا الاجوبة، وسورتو سورتو سورتو نشوفوا الفائزين. باي باي. بخير. واش راك خويا لاباس؟ الحمد لله. معليش دور هكا باش نقابلوهم في زد. راك معنا في حس جاوب تربح؟ سقسوك سؤال ان شاء الله تربح معنا. ان شاء الله يا ربي. اعلق سؤالنا يقول: في اي سنة تم نقل رفاة الامير عبد القادر؟ تدري بلي نقلوا رفاة الامير عبد القادر من بيروت من سوريا. من سوريا. من سوريا الى الجزائر. جوبونس هي في وقت نوالي بوغدير. قول لي العام. عام 1972 جوبونس. دوماج. في اي سنة تم نقل رفاة الامير عبد القادر الى الجزائر؟ انا ثاني ولا تاخذ جغرافيا؟ والو. كيفاش العام؟ لازم السنه. ولازم تقولي لي مره واحده يا لا اللي جابوا فيها. ايه والله العظيم هذه راه قلت مختارني على بالها بها. أني على بالي بها بالصحة في 74. بخير. واش راكي لاباس؟ لاباس الحمد لله. واش راكي؟ لاباس الحمد لله. واسمك؟ أسماء. أسماء واش مسنة في قراي؟ سنة سبعة. سنة سبعة. الحاجة راكي معنا في حصة جاوب تربح. ان شاء الله نسقسوكم سؤال وإلا جاوبتوا الجواب صحيح تربحوا معنا 500 درهم. ان شاء الله. صح حنون. أنتم قريتوا كيف سيام؟ قريتوا عن الأمير عبد القادر؟ قريتوا عليه. يا أخي مات ومدفون في سوريا. كان مدفون. جابوه للجزائر. جابوه للجزائر يا عمري. وقتاش جابوه للجزائر؟ جاب لي ربي هكاك في السبعينات. السبعينات لا لا يا حنون تي. هو ما كيش بعيدة بصح شوفي. باش نقول لك انت حفظتي قريتوا عليه وقتاش جابوه. هو شوفي مر الاستقلال بشويه يعني قبل السبعينات. وما تقدريش يا عمري لازم تجاوبيني جواب واحد. دوك يا انت يا ماما كلي. 64. قولي انت. 63. 65. 65. هي 65. ما حفظتيهاش 65. معليش معليش بصحة ولهنا راني أو كيما كانش هنا عمران خليتكم تقولوا واحدة قالوا شحال قالت 63 64 باش قالت 65 معليش عمران سي با كاف. مبروك عليك. هي تمناتك كاين نشوفك في التلفزيون. ربي يعيشك. تتلاقى بك تتلاقى بك. كي تلاقيتي بيا وربحتي. ربي يشدها لك ان شاء الله بصحة ولهنا نروحوا برك حنا لوستون تاع اكل باش نجيبك البون داشا ديالك. تفضلي معايا. مبروك عليك. ان شاء الله ان شاء الله كل خطره تجاوب الجواب صحيح ان شاء الله تربحوا معنا في كل مره ان شاء الله. ربي يطول عمرك. تفضل ممثل شركه اجل. عم بالنا رحتوا ما راحش تمد لهم البونداشا. مبروك عليكم. مبروك عليكم. تشري به واش حبت؟ من درك تقدري تبداي تشري به واش حبيتي؟ بصح لا صرفتي لا بديتي اليوم تصرفي فيه لازم تكمليه. إلا ما صرفتيش عندك ثلاث شهور. صح؟ إن شاء الله الهادي. بيان سير. بيان سير. إن شاء الله يا ربي ما نشري لها حاجة به وشري لك أنت ثاني. ربي يشدها لك إن شاء الله. يعطيك الصحة خويا. ربي يعيشك. مشاهدينا هذه كانت أول فائزة في حصة اليوم. استناوني نشوفوا سؤال ثاني وفائزة. بخير. بخير. صافا لاباس؟ صافا الحمد لله. الحمد لله راكم معنا في حصة جاوب تربح. قعدت تسألوا بنتي. ألوغ سؤال هو: ما هي عاصمة كازاخستان؟ جواب واحد. مكانش الشواء. مكانش. قول. عاوني شوية. مكانش كيفاش كاين عاصمة واحدة. بخارس لا
الصحة. بخير. صافا لاباس؟ صافا الحمد لله. معليش دوري هكا يشوفونا في الكاميرا. راكي معنا في حصة جاوب تربح، تعرفي هذه الحصة ولا؟ وي وي ما فاتش فيها في شروق تي في. عجبتك ولا ما عجبتكش؟ شبت بيك. الله يسلمك. عمران تريد الأسئلة صعيبة صح ولا لا؟ لا خليه معليش، اليوم نورمالمون السؤال ماشي صعب باسكو أمرانا وقالكوي أو يربح الملاحة أمرانا ويدير الأسئلة سهلين. سؤال يقول ما هي عاصمة كازاخستان؟ هي تضحك هدية تعرفها ونساتها؟ إيه نعرفها ونساتها. عاصمة؟ كازاخستان. الضحكة الضحكة اللي ضحكتها باينة باللي أستاذ لا أستان لا أستا أستان 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 مبروك عليك. يصف الممثل شركة أجل تشيم ديك البوندعشة ديالك بالصحة والهنا. هكي ربحتي البوندعشة تاع 5000 دينار جزائري. تشري به وش تحبيتي من درك؟ أوكي صح. لا بديتي تشري به اليوم كملي به اليوم. ايه كملوا كملوا كملوا. يعني معقولة بالصحة والهنا. بالصحة والهنا. يعطيك الصحة خويا عايشك. مشاهدينا هذه كانت آخر فائزة في حصة اليوم. تقدروا تعودوا تشوفوا هذه الحصة في صفحتنا تاع الفيسبوك جاوب تربح ولا اليوتيوب جاوب تربح. نتلاقاو في العدد الجاي ان شاء الله. مازلنا في محلة تجارية اينو باب الزوار ومازلنا هنا ومازلنا مع الممول تاعنا اجل اللي دائما 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 يمدنا دي بونداج. باي باي.